من جريدة الوطن. وزير التموين ينتظر استقرار الأسعار في الفترة المقبلة. قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين خطوة جيدة تسهم في القضاء على ارتفاع أسعار السلع، وأضاف انتظروا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأضاف حنفي أن هناك خطة لتطوير 1200 مجمع ومنفذ استهلاكي على مستوى الجمهورية. للتعليق وتوضيح هذا الخبر معنا هاتفيا الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذة مها، وصباح الخير على مشاهدينك الأعزاء. أهلا بك يا فندم. أستاذ محمود، يعني عايزين نعرف من حضرتك توضيح، نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية من وزارة الاستثمار لوزارة التموين هتخفض الأسعار إزاي؟ بالتأكيد إن شاء الله، لأن الدكتور خالد حنف وزير التموين والتجارة الداخلية اتفق مع عدة شركات عالمية ومحلية اللي بتبيع السلع الغذائية إن هتم طرح السلع بتاعتها بأسعار التكلفة في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ أيضا شركتي الجملة، وده بالتأكيد لما تزود العرض من السلع فبيقل الطلب، وده هيؤدي إلى في النهاية لإحداث توازن في الأسعار وتخفيضها. تمام. ده بالإضافة حضرتك إن تم حضرتك حاليا تخفيض أسعار معظم السلع الغذائية في المجمعات في الفترة من يوم 5 في الشهر إلى يوم 15، وده بتخفيضات تصل من 5 إلى 15% في الزيت والسكر والسمن واللحوم، فده برضه بيؤدي إلى إحداث توازن في الأسعار. تمام. طب يا فندم، يعني النتيجة هذه القرارات هتشهدها الشوارع المصرية والأسواق بشكل كبير أو أكبر من هذا إمتى بالظبط؟ بإذن الله في خلال يعني قريبا جدا، يعني ممكن نقول إن شاء الله على نهاية الشهر ده والشهر الجاي الناس هتحس فعلا بانخفاض في اسعار السلع، وده حمايه لمحدود الدخل خصوصا يعني والمواطنين عامه. تمام، شكرا لك، شكرا جزيلا على هذا التوضيح استاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. مره ثانيه بصبح على حضرتك.